السلام عليكم أعزائي التلاميذ عزيزاتي التلميذات، اليوم لنا حصة مع آخر جزء من سورة المعارج من الآية 36 إلى الآية 44. سنتذكر جميعا مضمون الجزء الثاني من السورة. يتمحور هذا الجزء، أي الجزء الثاني من سورة المعارج، حول وصف طبيعة الإنسان الميالة للهلع والجزع وإخراج المصلين المداومين على الصلاة من هذا الوصف. إذن تابعوا معي واستمعوا بخشوع لترتيل هذا المقرئ الصغير لهذا الجزء من السورة. صدق الله العظيم. القاعدة التجويدية التي سنتعرفها اليوم في هذا الجزء هي القلقلة. فما هي القلقلة؟ القلقلة هي اهتزاز الصوت عند النطق بالحرف حتى يسمع له نبرة قوية، وحروفها خمسة هي القاف والطاء والباء والجيم والدال، تجمع في عبارة قطب جد. تقلقل إذا جاءت ساكنة وسط الكلمة أو عند الوقوف عليها. وكمثال على ذلك لدينا هنا مجموعة من الكلمات، وهي كلمات متضمنة لحروف القلقلة. فمثلا الكلمة الأولى يطمع، لاحظوا هنا حرف القلقلة الطاء وجاء هنا ساكنا في وسط الكلمة. يدخل حرف الدال في وسط الكلمة حرف ساكن وهو أيضا من حروف القلقلة. خلقناهم حرف القاف من حروف القلقلة وجاء ساكنا في وسط الكلمة. ثم لدينا كلمة أخرى هنا الأجداث حرف الجيم وهو من حروف القلقلة وجاء أيضا ساكنا في وسط الكلمة. وأخيرا أبصارهم حرف الباء جاء أيضا ساكنا في وسط الكلمة وهو أيضا من حروف القلقلة. لنتعرف الآن معاني ألفاظ وعبارات الجزء الثالث والأخير من سورة المعارج. قال الله تعالى فمال الذين كفروا قبلك مهطعين. فما معنى مهطعين؟ نعم، تعني مسرعين مادين أعناقهم إليك. وقال سبحانه وتعالى في الآية التي تليها عن اليمين وعن الشمال عزين. فما معنى عزين؟ نعم، معناها جماعات متفرقين. وذكر سبحانه وتعالى في الآية 42 فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. فما معنى فذرهم؟ نعم، تعني
فاتركهم. يخوضوا معناها ينغمسوا في باطلهم. قال الله تعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. ما معنى الأجداث؟ تعني القبور. نصب ما معناها أيضا؟ أحجار عظموها في الجاهلية، وهي التماثيل التي كانوا يعبدونها. أما يوفضون فتعني يسرعون. وفي الآية الأخيرة قال الله سبحانه وتعالى، هي الأخيرة من هذه السورة: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. فما معنى ذلة؟ نعم، معناها مهانة شديدة. ما مضمون هذا الجزء من سورة المعارج؟ يتحدث الله سبحانه وتعالى في هذا الجزء الأخير من سورة المعارج عن تكذيب كفار قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واستهزائهم به وبأصحابه، وانصرافهم إلى دنياهم يلعبون ويلهون طامعين في دخول الجنة قبل المؤمنين. لا، ليس الأمر كما يطمعون، فإنهم لن يدخلوها أبدا. أقسم الله تعالى بنفسه، وهو رب المشارق والمغارب، للشمس والقمر وسائر الكواكب، لما فيها من الآيات الدالة على البعث، أنه سبحانه وتعالى قادر على أن يستبدلهم بقوم أفضل منهم. وأمر الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتركهم يخوضون في باطلهم ويلعبون في دنياهم حتى يلاقوا يوم القيامة الذي يوعدون فيه بالعذاب، يوم يخرجون من القبور مسرعين كما كانوا في الدنيا يذهبون إلى آلهتهم التي اختلقوها للعبادة من دون الله، يهرولون ويسرعون، ذليلة أبصارهم، منكسرة إلى الأرض، تغشاهم الحقارة والمهانة. ذلك هو اليوم الذي وعدوا به في الدنيا وكانوا يستهزئون ويكذبون. لذلك توعدهم الله تعالى بعذاب مهين. ما هي القيم التي يمكن أن نتشبع بها انطلاقا من هذه السورة؟ أوحد الله تعالى ولا أشرك به أحدا، وأؤمن بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم المبعوث للناس كافة. ثانيا، أتصف بصفات المؤمن الصالح في أقوالي وأفعالي، كالمواظبة على الصلاة، إيتاء الزكاة، الوفاء بالعهود والمواثيق، أداء الشهادة على الوجه الذي شرعه الله، رد الأمانة إلى أهلها، مساعدة الفقراء والمحتاجين. ثالثا، أؤمن بالبعث والحساب. وأخيرا، أؤمن بأن الاستقامة شرط لدخول الجنة وأعمل لذلك. أتمنى أن تكونوا قد فهمتم هذا الجزء من سورة المعارج. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.